يا اختي ليه طيارات ووجع قلب؟ والله ما في احسن من القطر ولا الاتوبيس. قطر واتوبيس ليه؟ انت جرف عقلك ايه؟ هو جاي من اليوم يا شيخ افهمي، ده جاي من امريكا، والقطر والاتوبيس هيعدوا السبع بحار ازاي؟ سبع بحار؟ كنت شفتهم. الطائرة رقم 494 القادمة من نيويورك تأخرت 50 دقيقة عن موعد وصولها. طيارة صاحبها هتتأخر 50 دقيقة. حصل لها حاجة؟ دي تبقى مصيبة وطبقت بعد المصاريف اللي عملناه ده كله. بقولك هتتأخر 50 دقيقة، ما بلاش التمويل ده، لا تتأخر بعدين 50 سنة. أظن وصلنا في الوقت المناسب. مناسب قوي، ده حتى الطيارة اتأخرت. إلا يا ابني يا محمود، مفيش طريقة نخش بيها جوه. لازم تصريح. أنا أجيب. إزاي؟ عيب. الطائرة رقم 494 القادمة من نيويورك على وشك الهبوط. معاك المبلغ ده يا ابراهيم؟ ها؟ ايوه يا فندم. اظن معايا. ايوه معايا. اهلا وسهلا. وادي الوصل. وادي بيتي. متشكر. اتفضل يا ابراهيم. لا يا فندم ما يصحش، دي حاجة بسيطة، يمكن ما معكش فكة ولا حاجة. متشكر، يصح. ودلوقتي بقى نطلع على بره. ايوه اتفضل. اتفضل. اتفضل يا فندم. اهلا اهلا وسهلا، يا الف حمد لله على السلامه. مراتي فتحيه بنتي لولا. مراتي امينه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني صحتك كويسه والاشياء معدل؟ ده ركوب الطياره مفيد قوي. الطياره قامت بيكم من شيكاغو؟ لا، من نيويورك. ناويين تقعدوا في مصر؟ كله على حسب الظروف. وزين اول مره تيجي مصر؟ صوره من فضلك. كمان صوره. باين عليهم انهم قرايبك يا سي علي. ده كلام مديح ولا مسخره؟ بص في الصور وانت تعرف ايه الفرق بين المديح والمسخره. لكن لولا قريبتك دي تحفه. الحق وتشعبك في ترمي جمالها يا علي. وهلا في كادلك دولاراتها. على كل حال مش جميله اكتر من اللازم. كفايه يا ستي على قد اللازم. انت ولاد شوقتوني لقرايبي، لازم اروح اقابلهم واسلم عليهم. انا لازم اوصلك النهارده في عربيتي، لانك عيب تكون قريب مليونير وتروح في ترمي. يلا بينا. يلا بينا. قد ايه بنتي الظريفه قوي. ثانك يو ثانك يو فيري ماتش. الحرارة هتيجي في التليفون ده. انت هانت مدام العده ترحبي، ده احنا ما خدناش الا بالطوع روح. لكن ماي بوي ده كلام فارغ. لا انا عايز اتصل بمستشار سفاره عشان يحول لي المليون دولار ونص اللي انا هنبه. الله اكبر الله اكبر. الله يكون الحل قريب يا رب ان شاء الله. تعرف ان جو مصر حر ولا يطاق؟ تمام زي زمان، زي قبل المساء. تمام يا فندم تمام. تعرف بقى يا ابراهيم، تعمل حسابك على اننا نسافر اسكندريه ونقعد فيها شهر او شهرين على الاقل. بنتي لولا صحتها ما تستحملش الحر ابدا. ضروري يا فندم. ضروري ضروري. وتفضلوا بقى موريكوا اوض النوم فوق. اوكي يلا يا لولا. هاتي بالتو دادي معاكي، والعلي خد انت البرنيت. اتفضلي. وانت يا ابراهيم يا فندم، او خليل يعني. ايوه يا فندم. تعال بقى معايا عشان في مساله مهمه قوي عاوز اقولها. اتفضل اتفضل. لا والله اتفضل اتفضل.
أوراق تتعلق بمصانع البريبي. ده إعلان عنها في جريدة الشيكاغو تريبيون. وده عقد الملكية. أنت ما تفتكرش يا إبراهيم إني أنا أحب التراخي والكسل لما قلت لك إن أنا عاوز أروح أقعد في اسكندرية كم يوم؟ أبداً. أنا يمكن فات عليا في حياتي أكتر من 10 سنين ما خدتش أجازة يوم واحد. لكن بقى ابتديت التعب يحل عليا وعاوز أعتمد على واحد راجل كويس يكون من عصبي. إلا قول لي يا إبراهيم، أنت مرتاح في عملك ده؟ لا مؤاخذة من السؤال ده هو، لكن أحب أعرف أنت بتكسب كام في الشهر؟ 200 جنيه؟ 250؟ 300؟ لا لا لا، ده انت ما عندكش فكره ابدا. ويصل انك بتقيس هنا على امريكا. انا يا سيدي بس كاتب دايره كبيره قوي، يعني تاني موظف فيها، وعايش كويس الحمد لله، اشياء رضا. انما بقى ماهيتي 30 جنيه في الشهر بس. انت تعتبر نفسك من الاسبوع الجاي مرتبط معايا بعقد 300 جنيه في الشهر، انت فاهمني؟ والله يا فندم انا مش عارف اقول ايه. ما تقولش ولا كلمه. الله، احنا على كل حال قرايب. لكن بالمناسبه دي انت ازاي عرفت الصله اللي بيننا وبين بعض؟ طبعا انت من عيله طنطاوي، الاسم واضح. واضح جدا. هو بيت العيله لسه زي ما هو. ايوه في طنطا. امال ايه؟ طنطا طنطاوي، وفي نفس الشارع. ايوه ضرب القطر. ضرب القطر. انا فاكر دلوقتي ده البيت اللي اتولدت فيه هو بعينه ضرب القطر. اسمع يا ابراهيم، شوف لي وحياة ابوك 100 جنيه لغايه ما تتحول الدولارات. انت عارف الدولارات دي عمله صعبه قوي. طبعا ومش من السهل تحويلهم. بكره الصبح ان شاء الله يكونوا عندك ال 100 جنيه.